عرفت جماعة سيدي عبد الله أبو العيد اليوم افتتاح مهرجان أزوران، وذلك بحضور مجموعة من رؤساء جماعات المنطقة. خليكم معنا نشوف ارتسامات مجموعة من الفاعلين في مهرجان أزوران. كان عقد الموسم ولي الصالح سيدي عبد الله أبو العيد بالتزامن مع الدورة الرابعة في مهرجان أزوران، اللي كيتم مشاركة بين المجلس الجماعي وجمعية أجيال للتنمية والتعاون. هذا المهرجان هذا كاين اللي يعني المركز ديال سيدي عبد الله أبو العيد كيعرف واحد الانتعاشة اقتصادية اللي صراحة يعني كل سنة بعد سنة كتطلع المستوى اللي كانت منه احنا كمنتخبين وكساكنة وكمجتمع مدني. ويعني ومشكورة جمعية أجيال اللي يعني تهي كتبذل قصار جهدها باش إن شاء الله ننميو المنطقة ديال سيدي عبد الله أبو العيد، خاصة وأي ترخى عامة. تفاصيل ديال هذا المهرجان هذا العام يعني مختلف تماما على الفقرات يعني على السنوات الماضية على الدورات الثلاث. هذا العام اقتصرنا على يعني أحواش، حيث استدعينا واحد المجموعة ديال الفروق ديال الأحواج ديال المنطقة وكذلك خارج المنطقة، باش نحاولوا يعني جاهدين باش نحتفظوا على هذا الموروث الثقافي اللي هو يعني كيمثل الهوية الأمازيغية السوسية المغربية. يعني التسمية ديال مهرجان أزوران جات يعني نسبة إلى يعني الجذور، لأن أي ترخاء بالخصوص عندها واحد الجذور اللي هي يعني عريقة، جذور تاريخية. حنا كنشكر الرئيس ديال الجامعة اللي نظم المهرجان هنا، وكنشكر أعضاء الجامعة، وكنشكر الناس اللي جاو لهنا، وكنشكركم حتى نتوما أصحاب اللي دعوا، وكنشكر جميع المسلمين. وحنا هاد الناس راه عملوا عطاونا العمرة، حنا كنخدموا في الطريق واحد 35 سنة هذا كنصوب هذيك الطريق قدام ميغ، وكنطلب هذاك الرئيس ديال الجامعة والدراسة ديال الجامعة ديال إيتخا يعطيونا الطريق شنو كامل باش نخدموا. الله يجزيكم بخير، وكنشكر شحال حوايج، وكنشكر الناس اللي جاو لهنا. مرحبا بالزوار ديال المهرجان ديال منطقة سيدي عبد الله أبو العيد، وكذلك كنعطيهم الفرصة باش نقولوا بأن هذا المهرجان يعني كيزيد في المنطقة القدام، وبغينا إن شاء الله نشوفوه في صورة أكبر من هذه إن شاء الله في الدورات اللي جاية. وما ننساوش بأن هذا المهرجان راه كيخلق واحد الرواج اقتصادي في هذه المنطقة، وكيجذب يعني الحرفيين وكذلك يعني اللي كيسوق المنتوجات ديالهم، وكيعرف كذلك بالمنطقة والمنتوجات المجالية ديالها، خصوصا وأنها كتميز الثروة الطبيعية فيها يعني منتوجات وأعشاب طبية بحال يعني العشب ديال العرعار وكذلك ديال الشيح اللي كنعرفوا بان عندهم قيمه يعني في المجال الطبي اللي هي كبيره بزاف. ما كرهناش كذلك نزيدوا يعني يعني بهذه المنتوجات القدام ان شاء الله، وسوقها احسن يعني احسن تسويق ان شاء الله. كرمني يمدنا هذا المساء الجماعه سيدي عبد الله أبو العيد، جمعيه الاجيال للتنميه والتعاون، والمجلس الجماعي لجماعه سيدي عبد الله أبو العيد، مباراه الشكر بهراس عمر اياد اللي خدم حساسه بصراحه كانت مفاجاه، لان كرتمها استدعاني هذا الغراء باش نقدم كذا التلاميذ وين حضرني انسكل افتتاح الموسم سيدي عبد الله أبو العيد. تلقى مفاجاه وتنتمها، ولكن الحمد لله تلقى العمره تلقى الامنيه اللي بدات من حماس الحياتين. الحمد لله والشكر لله، ولا كل كنت تشكر بهرة، كنت تشكر كل الصحفيين، ولا كل جميع الحضور، ولا كل من تحضرنا أمس المقامات، كنت تشكر جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. جماعة سيدي عبد الله أبو العيد جماعتنا الترابية بشراكة مع جمعية أجيال تحتفي بهذا بأنشطتها الفنية والثقافية والاجتماعية إحياء لتراثنا الذي إحياء لتراثنا الدفين. صراحة إنه يوم تاريخي سيسجل
مداد من العز والافتخار لإحياء هذه الأيام الثلاثة التي ستخوضها جماعتنا الترابية جماعة سيدي عبد الله بن عيد عملة سيدي إفلام. نشكر زوارنا الكرام كبيركم وصغيركم، نشكر الجميع الحاضرين هنا من المنتخبين ورؤساء الجماعة القروية والسيد النائب البرلماني أحمد جاهو وجميع الحاضرين في هذا العرس الثقافي، ونشكر صحافتنا الجهوية والوطنية والمحلية. نزلتم سهلا ونزلتم سهلا. الجمعية المنظمة أهدت رحلة إلى العمرة لأحد الفقهاء بهذه الجماعة، كما تم تكريم مجموعة من الفاعلين الداعمين لمهرجان أزوران. أيهم الأمر مجموعة من رؤساء الجماعات وكذا رئيسة جهة كلمي مواد نون. المجاري عموما وكذلك التعريف بالثقافات المتنوعة التي تسكن فيها هذه المناطق الجبلية.